دعت الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلق إلى اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث وإلى عقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة أزمة المياه، فيما طالبت وزارة الخارجية بتدويل القضية وتدخل الأمم المتحدة في حل فشل حل المشكلة مع الجانب التركي. وقالت الجبهة في بيان صحفي أنه في الوقت الذي يمر فيه البلد بظروف سياسية صعبة وبموازاة مشكلة الكهرباء التي بدأت بوادرها ونحن في بداية فصل الصيف، نحن أمام أزمة جديدة وأكثر تأثيرا على الحياة العامة، وهي أزمة الجفاف التي تهدد أجزاء واسعة من أراضينا الواقعة في حوض نهر دجلة بسبب التغيرات المناخية من جهة، وقيام الجانب التركي بتشغيل سد الأليسو الحديث وانخفاض حصة العراق المائية في هذا النهر من جهة أخرى.